لو الحكاية فيها إن فيديو العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إبراهيم عليه السلام وصى أبنائه فقال لهم: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فنحن نحمد الله جل وعلا أن الله جل وعلا أكرمنا واصطفى لنا دين الإسلام ومن علينا بكلمة التوحيد، فهي كلمة النجاة في الدنيا والآخرة بلا مراء وبلا جدال وبلا شك. هذه أخت لكم من دولة ألمانيا أرادت أن تنطق بالشهادتين وتشهر إسلامها بين أيدي إخوانها هنا في مصر في مدينة الغردقة في مسجد البناء الكبير. أسأل الله جل وعلا أن يكون دائما وأبدا وبيوت الله جميعا في كل مكان عامرة بطاعته وبكل خير. ونحن نسأل الله جل وعلا أن يتقبلها وأن يثبتها على دين الإسلام وأن يحيينا على كلمة التوحيد وأن لا يتوفاها إلا هو راض عنها وأن يجمعها تحت لواء الحبيب المصطفى وإيانا وإياكم جميعا صلوات ربي وسلامه عليه. لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله وأن عيسى عليه السلام عبد الله ورسوله رضيت لله ربا وبالإسلام الإسلامي دينا وبمحمد وبن محمد صلى الله عليه وسلم مسلم نبيا ورسولا رسولا. وأن يجعلها في ميزان حسناته هو وكل من ساهم في إسلام هذه